صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. كأن القرآن الكريم يحكي عن صورة من صور القيامة. هذه الصورة عندما يحشر الناس يدعون بها الدعاء، يعني عندما يلاحظون أن المصير مصيرهم تحدد وأنهم أصبحوا في معسكر الضلال يبدون يرفعون رؤوسهم يدعون أنه جيب لنا ذولا اللي أضلونا. أولا دخل نشوف شنو هم منه وبعدين نعود إلى صلب الموضوع إن شاء الله. المفسرين معسكرين، معسكر يقول الذين أضلانا من الجن والإنس، يعني المفسدين من الإنس والمفسدين من الجن. الآيات تساعد على أن المقصود اللي تسببوا في ضلالنا من الجن واللي تسببوا في ضلالنا من الإنس راوينا ياهم حتى ننتقم من عندهم، نجعلهما تحت أقدامنا. سيدينا شنو معنى نجعلهما تحت أقدامنا؟ طيب، هذا قسم يميل إلى أن المقصود بهالمعسكر معسكر الجن ومعسكر الإنس، يعني الضلال منهم. وقسم يقول لا، القضية تقتصر على نفر. اللي أضل من الجن إبليس، لأن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس أضل، أول من علم الناس الكفر والامتناع عن امتثال الأمر إبليس. ومن الإنس قابيل، لأنه قتل أخاه سفك الدم الحرام وعلم الناس على القتل وعلى سفك الدم الحرام وسبب ضلالهم. فسواء كانوا اثنين او كانوا معسكرين، النتيجه واحده. اللي اريد شويه اقف عنده مساله محاوله كل انسان، كل انسان عنده محاوله ان يخلع الشعور باللوم او الشعور يخلع عن نفسه الالتصاق بالجرم ويذب على عاتق غيره، شايف؟ يعني التعلل. ماكو احنا عندنا باصطلاحاتنا نقول فلان عنده شماعة يعلق عليها ذنوبه، يشتغل بالحرام، تقول له ليش تشتغل بالحرام؟ شو سوي؟ الله كاتب عليها. شلون يعني الله كاتب عليك؟ شلون تخلع مبادرتك إلى الحرام، ممارستك إلى الحرام، الشيل هذبها على عاتق القضاء والقدر. شنو ذنب القضاء والقدر؟ يعني أنت تملك اختيار وبوسعك هذا الاختيار اللي عندك تروح بها الطريق أو بها الطريق. ليش أنت تجي تحاول أن تخلع المسؤولية من عنقك وتلقيها على عنق الآخرين؟ لأنهم ساعة اليمن الآن عليهم أن يلقون المسؤولية، مسؤولية جاي يلقوها على البيئة،
لأن عندنا الإنسان طبعا المؤثرات بصنفين، إما البيئة أو الوراثة، شيء جنة. أما البيئة، أما البيئة وجه من وجوه التعليم، يعني أكو واحد بالمجتمع يصير إلى دور تعليمي، الناس يقتدون به، هذا يأثر، يأثر بالإيحاء. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. يعني الآن إحنا نعرف فلان رئيس متبع، واحد من الرؤساء متبع، هذا إذا شافوا فعله يقتدون به، يتعلمون من عنده. شو أقول لك؟ رئيسنا سوى هالشكل، فهذا يتبع، يقتدى إلى دور تعليمي، إلى أثر تعليمي. فلان عالم مقتدى، عالم من العلماء، يعطي نظرية أو يعطي رأي أو يقف موقف، موقفه بإيحاء، بلون من ألوان التعليم، يعطي دور من أدوار التعليم. زين، فلان متنفذ، أكو عنده موقف، عينا هذا الموقف يوحي يعلم، فهذولا يشيلون المسؤولية من أعناقهم، يذبوها عليها من على وجه من وجوه المحيط على دور التعليم، لأن يقولون اللي علمنا على الضلال منه، علمنا على الضلال من الجن إبليس ومن الإنس قابيل. هذا وجه من وجوه المحيط، وهو عبارة عن العامل التعليمي. بس هذا العامل التعليمي مو أقوى من العامل الوراثي. العامل الوراثي مثل ما يعبرون عنه علماء الاجتماع، يقولون ميل طبيعي بالفرع للأصل، يحاكي بيش؟ يحاكي بأعماله، بتصرفاته وبصفاته، صفاته الجسدية ووظائفه العضوية. ميل أكو عند الفرع لمشابهة الأصل، هذا هو الوراثة، هذا يبدأ يتكون ذاتيا مع الإنسان، يبدأ ذاتيا مو فعليا. هنا أكو نقطة من الضروري أوضح لك إياها، مر عليك أنت بالحديث الشريف، الشقي شقي في بطن أمه والسعيد سعيد في بطن أمه. شنو معناه؟ يعني مو شقاء فعلي ولا سعادة فعلية. أشبه شيء، أضرب لك مثل، الآن تشيل لك بيضة تعطيها الواحد تقول له هذه دجاجة خليها عندك، هي فعلا بيضة، لكنه بالمستقبل هاي البيضة إذا حضنت وصارت تحت الدجاجة تفقش عن فرخ، الفرخ يصير دجاجة. يعني بالفعل هي بيضة، يعني مجرد نواة تتطور. كذلك قانون الوراثة من هالنوع، استعداد فطري، ميل، ما طول استعداد فطري، إذا زحمة بالتعاليم وبالتربية يظل بمكانه، يظل ضمن حجمه، ما ينمو أبدا. إذا غلبت عليه البيئة، البيئة شنو؟ تعليم، تربية، رعاية والدين، رقابة مجتمع، هاي ظروف البيئة الاجتماعية كلها. إذا لمت الإنسان هاي البيئة، إذا التفتت للإنسان، احتضنته وخلته بالوسط، قامت تعلمه وتوجهه وتراقبه، قضت على هذا الميل الطبيعي اللي موجود، ما تخليه ينمو. إذا لا والله البيئة ما إلها تأثير، شو يبدأ عنده؟ يبدأ عنده تأثير القانون الوراثي، يستفحل، يأخذ أثر. نبه لي. وإلا هو مبدئيا الشقي نواة الشقاء موجودة عنده، والسعيد نواة السعادة، وإلا ما ممكن الله يخلق شقي أو يخلق سعيد ويعاقبه مع ذلك. إذا خلقه هو شقي شلون يعاقبه؟ هذا بجبر. الله عز وجل عادل منزه عن الظلم، هذا ظلم. إذا واحد الله يخلق شقي بعد ذلك يقول له تعال خل عاقبك لأنك شقي، يعني مثل واحد أفرض الله عز وجل يخلق طويل القامة يقول له تعال أنت ليش طويل القامة لازم عاقبك، ما يصير، ممكن أنت مسوي هكذا. فإذا هو شقي وين؟ يعني عند النواة موجودة، يعني قانون مبادئ الوراثة موجودة عنده، هذا شقي في بطن أمه، أو سعيد يعني مبادئ السعادة، الاستعداد للسعادة والشقاء في بطن أمه.
منذ أن يولد. هذا أفضل توجيهات الحديث، نبالي أفضل. وإلا احنا ما نقدر نحكم على واحد لمجرد أن الله أعطاه صفة معينة. خلي أضرب لك مثلا، يعني أنا أستغرب أحيانا مثلا أحمد بن حنبل لما يمر هذا الرجل يقول الكلب الأسود لا يحل صيده، شلون يعني؟ يعللها الشعراني، أكو ميزان للشعراني في الفقه اللي يحب يشوفه في باب الصيد. الشعراني بالميزان يقول الكلب الأسود شيطان لا كتاب له، يعني مو من أمة إلها كتاب حتى ذبيحة تصير حلال. هذا التعليل ما أدري شنو، والأصل ما أدري شنو. ها طيب تعال هنا، شنو يعني شنو ذنب هذا كلب أسود؟ يعني خشوا كلب أسود، الله خلق كلب أسود، يعني شنو فرق كلب الأسود عن كلب الأبيض؟ ما يصير. يعني أنا تمام أحترم الشخص، أفرض رجل يحمل صفة علمية أحترمه ما يخالف، لكن مو معناه وافق على أقواله. الاحترام شيء، والمواهب يعني إذا أكو الرأي مو ناهض الحط صبعي عليه أقول هذا مو ناهض، ما له معنى، هذا رأي ما مقبول، ما ينسجم مع خطوط الإسلام ولا ينسجم مع الحضارة الإسلامية أبدا، ما ممكن. مفروض من الثوابت من البدهيات في الإسلام أن ربك لا يظلم أحدا، نبه لي، ما يمكن الله عز وجل أن يظلم أحد، حاشا لله، الله خالق العدل، رب إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقبيح أن يأمر بالعدل ويعامل بالظلم، ممكن. هذا معنى يا أباه العقلاء فضلا عن الخالق المنعم ذو الرحمة. إذن شنو معنى أن واحد يخلق مثلا بلون، وإذا خلق بلون رتب آثار على هالخلق؟ هذا أيصير؟ ممكن. هذا لأن أسود صار شيطان، وش ذنبه؟ يعني معنى ذلك أنه إحنا الآن إذا العلة بلون السواد، يعني كل واحد أسود كل نحكم عليه بأن كذا. شنو هي العلة؟ مو العلة إذا مضطردة، العلة تضطرد على الأصول، إذا اضطردت يعني كل أسود كون إحنا نحاكمه محاكمة خاصة، ما مقبول، هذا شيء ما مقبول إطلاقا. خلينا نرجع زين. إذن أكو عندنا عاملين، عندنا عامل المحيط اللي هو دور من أدواره أو وجه من وجوهه من تركيبات المحيط، هو عبارة عن التعليم، الدور التعليمي. هذولا يريد يخلص روحه، ينزع الذنب يشيله من عاتقه، يدب على عاتق واحد آخر، يدب على عاتق، يعني أنت ما تلقى لك واحد يرتكب جريمة ويملك جرأة أدبية وشجاعة يقول أنا والله غلطت، لا، أنا شو أسوي؟ مو بيدي، فلان وقعني، أو القضاء والقدر وقعني، أو الشيء الفلاني، الظروف شوية التوت بي، لا، ما كنت شيء، لا لا أبدا. الإنسان يتحمل مسؤولية عمله، يتحمل. إحنا أكو عبارة عند الفقهاء القانون يقولون القانون لا يحمل مغفلين، نبه لي. تتيجي تقول أنا والله غفلت، أو لا لا ماكو، مفروض أنك تلتزم، أنت مفروض تفك عينك، الله منحك عقل ولياقة وقابلية، الباري شلحك بيش شلحك، ها تتنبه. الآية الكريمة تبدأ مع الإنسان من مسيرته الأولى، تقول له أنت بمسيرتك الأولى طلعناك ما عندك في ذهنك أشياء ثوابت، وطيناك أدوات يصح معها التكليف، طيناك أدوات أصبحت أنت مؤهل لأن الله يكلفك. شنو هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أطاك سامع وبصر وعقل، خلاص أطاك الأدوات التي يصح معها التكليف. تجي تقول أن هذا والله ضللني إبليس، ضللني، ولا لك أنت إذا ما عندك استعداد للضلال، إذا ما عندك استعداد للضلال هو إبليس يقدر يضللك؟ طبعا لا، التوخر عن بدليل أكو جماعة ما قدر عليهم إبليس، أكو جماعة ما قدر عليهم مثلك هم أناس ما استطاع أن يضللهم، كذلك أكو جماعة ما استطاع قابيل أن يأثر عليهم ويخليهم قتلة،
لكن إذا واحد عنده استعداد لأن يكون قاتل، ها؟ من الله خلقه وعنده طبع الذيب، عنده طبع الخنزير، يسوي لك، ها؟ فقاتل لما يكون قاتل يشيلها من عاتق، يريد يذبها بعاتق القضاء والقدر، أو يذبها بعاتق إبليس، أو يذبها بعاتق قابيل. فذول يحاولون يتخلصون. ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. مع العلم الله تبارك وتعالى منح الإنسان قدرة وقابلية تقف بوجه كل مؤثر، ما تسلب الاختيار، يبقى الإنسان يتمتع بالاختيار. يعني إذا كان ما يقدر، ما عنده اختيار، الله ما يكلفه، تصبح القوانين عبث والشرائع عبث والأحكام العقلية عبث، ما ممكن. الباري عز وجل إذا كلف الإنسان اطال قدرة على التكليف، لأن شوف عبارة الفقهاء يقولون القدرة شرط في التكليف. طبعا ولذلك أنا إذا ما عندي قدرة ما أكلف، إذا ما عندي قدرة ما أكلف. مريض ما يكلف بالصوم، زين؟ أعمى ما يكلف بقراءة قرآن، اقرأ بعيونك، ما يصير، ما يشوف الرجل، لما ما يشوف ما أقدر أكلف، أقول تعال اقرأ بعيونك، اقرأ على ظهر خاطرك ممكن، لأنه يقدر يحفظ، لكن بعينك لا. لكن الغريب أن هذا المعنى موجود جدول من جداول الفكر الإسلامي عندها النظرية. يعني بصراحة كل المذاهب الأربعة يقولون الله عز وجل يمكن أن يكلف مقطوع اليد بالكتابة، إيده مقطوعة ومع ذلك يقول له تعال اكتب، ليش؟ يقول بلى، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. تمام، لا يسأل، لكن ما يفعل القبيح. صحيح لا يسأل، لكن لا يفعل القبيح. ما يصير أنا تكلفني بما لا أملكه، هذا قبيح، قبيح. جاي تقول لي تعال طارد وأنا ما عندي رجلين، طارد تقول لي وأنا ما عندي رجلين، شو أنا طارد؟ شو أنا أسوي يعني؟ ما وغريبة يعني أكو عندنا في جداول في من الفكر موجودة في ضمن المحيط الإسلامي، بعض الجداول صريح رأيها بالجبر، صريح يعني رأيها بالجبر، وبأن الإنسان يكلف بما لا يطيقه. والحال الآية تنفي هذا المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أقدر بشيء، أقدر أصلي وأنا واقف، أنا مكلف بالصلاة وأنا واقف. ما أقدر الوسعي وأنا قاعد، أصلي وأنا قاعد. وهكذا كل تكليف من التكاليف مربوط ارتباط مباشر بيش ملاك القدرة. الإنسان إذا ملك القدرة استطاع أن يؤدي ما أمر به، وإلا فلا. زين، فإذا هذا المقطع الأول من الآية يشير إلى هذا الجانب، يريد يبين أن الإنسان لو يبطل هاللغة هو أفضل له، لا يظل يتعلل عليه من يعني بهالحكايات يحكيها، عليه من يضيعها. أنت تتحمل مسؤولية عملك، لا تسوي أنت قضاء وقدر. إذا على البناء يعني معناه نجي للناس اللي تحملوا مسؤولية جنائية نعريهم منها تماما، أه؟ ويلي على ابن الفاعلة، يقول يزيد، ويلي على ابن الفاعلة، يقصد منه عبيد الله ابن مرجانة، عجل على الحسين. عجيب، مو أنت شنو تكتب له وتلح عليه وتقول عجل؟ يريد تنصل لون من ألوان التنصل، أه؟ وهكذا. شوف جملة الغريب، جملة يعني من الناس يشيل ذنبه يزيحه عن عاتقه ويريد يدب على عواتق موهومة، يريد يدب على عواتق، أه؟ كلها وهم. يقول هذا مو هو يعني غيره سواه وطاحت القضية براسه. لا يا أخي، الإنسان يتحمل مسؤوليته هو نفسه، ها؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت شنو سعيك اللي تؤاخذ به؟ أنت سعيك شنو، ها؟ اللي تعمله تجازى به.
وهذا قانون يضعه المشرع في كل أبعاد الحياة حتى يصحح المقاييس، حتى لا تتحول الحياة إلى ادعاءات فوضوية. طيب انتقلت الآية الكريمة، قالت الذين أضلانا أولا من الجن، إجت بدأت بإبليس باعتباره من الجن. زين إبليس اللي من الجن شنو معنى إضلاله؟ إضلاله امتناع عن امتثال الأمر، ما امتثل الأمر. ليش ما امتثل الأمر؟ ما امتثل الأمر لأنه إبليس تصور أن امتثال الأمر يؤدي إلى تقديم مفضول على فاضل. شو تنبه لي والله لها النقطة هنا، أكو مجموعة من القنوات تدور حول هذا الموضوع، أحاول شوي أخليك بالصورة. الأمر الأول يقول لك أن هذا الرجل يفكر أن هذا مخلوق من نار. طيب النار أولا معبودة، النار من نشأت عبدت، يعني لأنها لطيفة، هي بالحس الباصر لطيفة جميلة لونها، النار معبودة عبدت، من المعبودات في الدنيا النار وحدة. ثانيا النار من دنيا الطاقة، من دنيا القوى، ودنيا الطاقة أو دنيا القوى دنيا هي تحرك العالم. اثنين ثلاثة النار إلى جانب هذا وذاك تطرد الظلام، بها مزية النار تطرد الظلام، فهي مصدر من مصادر النور. وإذا كانت مصدر من مصادر النور وتطرد الظلام، فما أجي أنا أقيسها بيش؟ بالتراب. تراب شنو؟ تراب بكدر، بكدر يعني لونه مو مثل لون النار، أنيق لطيف. زين من دنيا المادة مو من دنيا الطاقة. وبعدين التراب إلى جانب هذا وذاك موطوء بالأرجل، ما يصير أنا أجي أجيب التراب أفضل على النار، أنا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين. ها خلقتني من نار وخلقته من طين، وأنا يعني تأبى مقاييسي أو يأبى عقلي أن أفضل المفضول على الفاضل. هذه نقطة. شوف هاي واحدة من القنوات اللي تدور حول هذا المعنى. شنو الجواب عليها؟ جواب عليها مو الشكل. أولا النار إذا وضعت فيها شيئا أحرقت، النار تتلف ما يوضع فيها، لكنه التراب تضع به الحبة تعطيك 700 حبة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن هذا التراب مصدر للتنمية، مصدر للعطاء. إذا كانت النار تحرق ما فيها فهذا ينمي ما فيه، وحدة. اثنين إذا تتصور أنك أنت مخلوق وإلك قيمة من النار، تراب خلق منه الأنبياء وخلق منه الأولياء وخلق منه الحكماء وخلق منه الفلاسفة، هاي اثنين. ثلاثة التراب المهد، إذاك ترتاح إلى بالحش هذا ترتاح إلى بالمضمون، لأن المهد اللي تمشي عليه واللي تأكل من عنده واللي تأخذ من خيراته واللي بالنتيجة ترجع عليه مرة أخرى، لا وأنا أكد لك هو اللي يضمك، هو هم لو ما يضمنا فضيحة والله. الله وكيلك، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، وإلا أرجوك هذا الإنسان. شو من بعد ما تطلع منا الروح خلي شويعات وتعال شوفها. تحن القبور على الموتى فتسترهم، تسترهم يعني هو ستر. هذا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تجمعكم يضمكم تستر. هذا المنظر الصورة الجميلة اللي بعده بعيون أبنائك
الصورة اللي بعدها بعيون أخوتك وأبنائك وعشيرتك، اطلعت من الدنيا وجهك بعده بيه، افرض عليه غبرة موت، كم بعده العين سليمة والوجه و تدري إذا ظليت شوي إيش راح يصير؟ يأخذها التراب يسترها. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول: فلو مثلتهم لعقلك. شوف الصورة الرائعة هاي، يقول ابن أبي الحديد: أنا كلما أقرأها هذه الخطبة كلما أقرأها أحس كأني أنا الموصوف، تهزني من أعماقي. فلو مثلتهم لعقلك أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم وقد ارتسخت أسماعهم بالهوام فاشتكت، واكتحلت أبصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الألسن في الأفواه بعد ذلاقتها، وهمدت القلوب بالصدور بعد يقظتها، وعات في كل جارحة منهم جديد بلا سمجها، وسهل طرق الآفة إليها مستسلمات، فلا عيون تدمع ولا أيدي تدفع. صورة يعني إذا شوية تأخذها زين تمر بها تكشف لك هالمنظر، هالأشى المفجع، هالأشى المفجع اللي إذا مريت بي وتصورته يبعث الألم في نفسك. إيه؟ على كل حال الله يرحم الإنسان يحط خده يستريح على هذا التراب، يستريح ويستر التراب. يقول أحد الأدباء: أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على موطن حط الأحبة رحلهم به، وأناخوا وأراحوا الخد فوق ترابه. تلاحظ أن هذا الخد الأنيق، هذا الوجه الجميل تستره. على كل حال التربة مصدر عطائنا ومصدر تكويننا وستر لنا. إذن التراب في مضمونه قد يربو على مضمون النار، ما يستقيم القياس لإبليس أنه هاي أفضل وها لا مو معلوم، مو معلوم هذه أفضل أبدا، ماكو أفضل، أكو تصنيف، هذا إلى مزايا وهذا إلى مزايا. زين أكو فد قناة أخرى، القناة الأخرى شنو ذيك؟ قناة صوفية. شنو يعني؟ يقولون إبليس إنما امتنع من السجود لآدم لأن هذا إنسان أكرم من أن يسجد لمخلوق مثله، ضم السجود لخالقه بس ما يريد يسجد لآخر. نبه لي شوية، هي برد شطحة من شطحات الصوفيين، أن أبا هل يقولون امتناعه هو عين التوحيد. قال له أنا ما مستعد. مذول الصوفية عندهم فد حكايات عجيبة. مر له بواحد يوذن، هذا بعد واحد من الصوفية، مر له بواحد يوذن على المأذنة بشق عليه وشتمه، قالوا له شنو؟ قال هذا يؤذن للمادة للفلوس، هذا مو يمشي اسمه. وسمع له اجل الله سامعين حمار ينهق، قال مرحبا بمن يذكرني بربي، هذا صوته طبيعي. قال هذا صوته ما وراء نفع ولا ضر، صوت مو ماجور مو مال اجور. عندهم شيء من هالنوع هذا، هذول هم عندهم غريبين، عندهم الصوفية فد شطحات من النمط. هذا يقول كذلك، هذا امتناع محض التوحيد، امتناع محض التوحيد، لأنه أبى أن يسجد لغير خالقه، ما يريد يخلي السجود. مو أكو بعض الناس يسجد لغير خالقه، وغالبا هذا اللي يسجد لغير خالقه الله عز وجل يحرم مما سجد له. مو يقول واحد من الشعراء، يقول سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود، فما انتفعت أناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. النتيجة ما حصلنا غير السجود نفسه. فتأمل هذول هكفة قناة يدور فكرها حول هذه النقطة، لكن الرد عليها واضح، أن هذا عندما أمر بالسجود
عندما أمر بالسجود لآدم كان يسجد امتثالا للأمر، مو يسجد لآدم، لا لا، يسجد امتثالا لأمر الله، لأن الذي أمرك هو معبودك. ها، فكان يقتضي. اثنين، النقطة الثالثة اللي تثار أن السجود كان شنو آدم قبلة، ها، يعني كان السجود عليه وله، يعني السجود، مو هاي المشكلة اللي تقول كأنها معادلة رياضية يومية ويكرروا لك المعجوفة هاي، الشيعة عندهم هاي المدورة يسجدون عليها. يا أخي قطعة أرض يا أخي، ما تقول لي هي معادلة رياضية، هي حتى يرد لها تفكير. النبي صلى الله عليه وآله قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أنا أكون أحرز أن أسجد على أرض. ما يجوز السجود على غير الأرض. إذا عندك مذهبك يفتي بالسجود على سجادة، خليك على رأيك. خليني على رأيي. أنت ليش رأي مذهبك لازم يتبع ورأيي ما يتبع؟ ما دفت إيمانا ليه؟ خلاص، هذا مذهبي يقول لي أنه ما يشوغ، أنا عندي دليل ورواية أن الأرض وما أنبتت يصح السجود عليها، أما ما يؤكل وما يلبس لا يصح السجود عليه، والأدلة واضحة. والقناة اللي أخذ منها الدليل هي قناة آل محمد، وقناة آل محمد تتصل بالنبي والنبي يتصل بالله، ما عندي مشكلة أنا. وأنا جاي أسجد لله كل ما في الأمر. شت أنا يعني أنخذك أنما تحط راسك على صوفة، صوفة هاي السجادة، صوفة هاي قطعة أرض، وشو الفرق؟ ما دفتي مانا ليش أنت يعني هاي عندك حساس منها؟ وهذولا كأنه تعريف، يعني هاي إذا واحد يسأل على واحد يقول له ها من ذولا اللي يحطون على المدورة. ما فيهم يعني، عجيب يعني كلام ما إلى معنى. الغرض أعود للموضوع في هالصورة، هالصورة اللي يحاول بيها الإنسان أن يخلع من عنقه ما قام به واجترحه من إثم لإلقاء على عاتق آخر وعلى عنق آخر. القرآن الكريم يحاول أن هالصورة يزيفها، ها؟ يريد يقول لنا أن هؤلاء هكذا يتعللون. أولهم منه إبليس، من الجن إبليس. إبليس كانت عنده النظرية، نظرية أني أنا ما أقدم مفضول علي وأنا أفضل منه، ما المخلوق من طين وأنا مخلوق من نار، وإذا كنت أنا مخلوق من نار فأنا أشرف من عنده، ومو معقول أنا أشرف أسجد نعم لمن هو أدوان. يا ريت شهو هذا، والله والله يا ريت هالمعنى هذا يطرد، يعني يقول لك تلتزمون بهالقاعدة أو ما تلتزمون. شوف تفضل، هذا بيت آل محمد. شلون بيت؟ أولا لا أكو بي عقد من عقود الجاهلية، كل عقودة سليمة، زين، وحدة. لا بي انحدار من انحدار الجاهلية. بيت عبد المطلب حرم على نفسه العهر والفجور والخمرة من البيوت الطاهرة، ويقول البوصيري للنبي: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء نسب تحسب العلا بحلاها، قلدته نجومها الجوزاء، حبذا عقد سؤدد وفخار، أنت منه اليتيمة العصماء. في هالبيت لي كل ألق واستقامة ونور، والله اختار من العرب قريش، واختار من قريش كنانة، واختار من العرب كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش هاشم، واختار من هاشم النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه. فهو المختار، هو المنتخب من الصميم. هذا البيت أولا بيت مجد، بيت شرف، بيت شجاعة، بيت عز، بيت علم، بيت نبوة. زين، هذا أرجوك الآن هالبيت كله يأخذ مساحة في إعلامنا وإحنا مسلمين بقدر ما يأخذ مروان
لا وحياتك ولا. واللي يقول غير هذا أنا مستعد أحاسبك. ها يا سيدي أرجوك لازم نلتزم إحنا. إذا كان إبليس يقول أنا ما أسجد إلى هذا لأن هذا أدون وأنا أفضل. على العموم السجود ما كان لمسألة أدون وأشرف، امتثال لأمر الله. الله عز وجل عندما أمرنا يأمرنا أحيانا، نعم أمرنا أحيانا أن نخدم غير الأشرف نخدمه الأشرف. مثل إيش؟ أرجوك يعني الآن النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر بتعمته زينب بنت جحش ابنة عمته، زوجها إلى عبد كان مملوك إلى زيد بن حارثة، زوجها وبالفعل كانوا ممتعضين، يعني ممتعضين أهلها وإخوتها، وهي حجة في نفسها. لكن لما نزل قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، قالت أذعنت ورضيت بما رضي به الله ورسوله. افرض أنها الأشرف من هذا البيت الجليل وهذا عابد مملوك، نعم ومن بيت عادي، مع ذلك أمر الله. ها الانصياع لأمر الله، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة. فالذي أضل من الجن منه إبليس، هذا الذي أضل. بعد ومن الإنس قابيل. جن قابيل شنو وجه إضلاله؟ وجه إضلاله أن علم الناس باعتباره الإنسان يعني البيت الأول في الإنسانية، علم الناس على سفك الدم. نعم اجترأ فسفك الدم، قتل أخوه، علي من قتله. أكو نقطة هنا الفت نظرك إليها، ترى المفسرين يجون يطيحون بهالمطب هذا، أنه هذا إنما قتل أخوه لأن الله عز وجل خلق لهم واحد، خلق له حورية واحد خلق له جنية. نعم وهذا تزوج من الحورية وهذا تزوج من الجنية، أو لا إنسية مو حورية، إنسية لكنه إنسية عادية. طيب أرجوك يعني الساعة إحنا بغير هاي وهاي، عدنا أصيل وبيسري لها الساعة. الساعة تجايني بعد فوق تطلع لي واحدة من جنية وواحدة من خلصها. هاي المشكلة هاي أرجوك يعني الحكي بلا معنى، هذا ينافي الإنسانية وينافي القيم وينافي الأخلاق وينافي الروح الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إجا القرآن دحر هالنظرية، نظرية ابن ماء السماء، أني أنا من الدم الأزرق المميز، لا دحرها، قال كلكم لآدم وآدم من تراب. ذول اللي يعيشون بهالنظرية يعيشون بوهم، يعيشون في خيال، مصدر الإنسانية واحد. فأنا أستغرب من المفسرين، يعني الله خلق هل المشكلة يعني إذا صار البناء واحد جايب له حورية وواحد جايب له، طبعا يتعاركون حتما يعني شنو ما يدب العركة ما بيناتهم وتالي عاقبهم على شنو ما حكي ما شلونه شون يقبل. المسألة إذن شنو؟ اثنينهم زوجاتهم من الإنس، وترى أكو نظرية تميل إلى أن تزوج من قارة أخرى فيها آدم غير آدمنا. نعم عبر الشيء يقولون شلون عبر القارة؟ لا، والإنسان من الأيام الأول اهتدى إلى الثقل النوعي للماء والثقل النوعي للجذع الخشبة، وركب جذع الخشبة كما كان يركبه قبل سنين. نعم وعبر من جوز من مضيق من المضيق، مو فرد شيء مستحيل. أو لا، الله عز وجل من التراب خلق لهما زوجتين عينا من الإنس، ما الفرق؟ غايت ما في الأمر وحدة أجمل. وبعد ألفت نظرك لنقطة، ترى مقاييس الجمال مو مقاييس موضوعية، مقاييس ذاتية. شو التفت لزين، شنو معنى مقاييس ذاتية؟ يعني قد تلقى لك واحد يحب له واحدة مطنبة ما أدري شلونها، مو ذاك يقول تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مذاهبه.
يعني المسألة مسألة ذاتية ما لها علاقة، مو شيء موضوعي، قد وحدة في نظر واحد جميلة وفي نظر واحد قبيحة، ما لها علاقة. فالمهم سبب النزاع أن واحدة كانت في نظره أجمل وفي نظر ذاك أنه أقصر، الصراع عليها، صار الصراع على هذا، فقتل أخاه من أجلها. الذي لما قتل ظل فترة طويلة لا يدري ما يصنع، لأن أول قتيش شوبي بعث الله غرابين، قتل أحدهم الآخر، احتفر القاتل للمقتول وأراه بالتراب، أهال عليه التراب، قال يا ويلتاي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. يقول الرواية أصبح من النادمين على حمله وراء وأهال عليه التراب. الغرض هذا اللي أضل من الإنس يعني فتح باب سفك الدماء، لأن سفك الدم، سفك الدم مصيبة، يعني لا تعدلها مصيبة. قطرة الدم الحرام تتزلزل لها الأرض، الكون يتزلزل لها. والغريب أنك أنت قد يقول لي واحد هذا شلون يلتقي وإحنا قد نمجد أناس أيديهم ملوثة بالدماء؟ تفضل هسه أنت تجي إلى بعض الشخصيات اللي نمجدها إحنا بتاريخنا واللي نعبر عنها نطيها صفات البطولة ونطيها نعت الرجولة، تلقى فد وحش غارق بالدماء إلى أذنيه ونكرمه ونحترمه، نعم، ونضفي عليه منزله. أرجوك أرجوك، الإنسان ما كان إنسان بشفك الدم، مو بالمخلب والناب. إذا كان بالمخلب والناب إذن الذئب والفهد والنمر هذا اني معناه هن الشادة في الدنيا، لا مو الشكل. الإنسان إنسان بخلقه بقيمه بروحه بإنسانيته بروحه الكبيرة بعطاء للدنيا. أكو واحد كل عطاء في الحياة، عطاء روحي، عطاء خلقي، عطاء إنساني، هذا الإنسان. أما أرجوك أنا شنو المبرر إلي أن أعتبر الحجاج قائد ضخم من القوات؟ شنو المبرر إلي أنا هذا؟ ونظائر أفرض ممن ولغ بشفك الدماء أمثاله بالعشرات ممن يمر بهم تاريخنا فيمجدهم، يمجد لأن عند شيف يقط به الرقاب. والغريب أكو هاي النظرة إجت لينا بعض المرات، بلا والله أكو جماعة عندنا يطرب هذا لما يسمع علي طالب نزل للبير وذبح الجنون. أرجوك علي طالب مو عظمته بشيفه، تعرف شنو عظمت علي ابن أبي طالب؟ عظمت علي ابن أبي طالب يمر على أشلاء دنيا مملوءة جبال من الأشلاء، يعبر هالأشلاء من بعد المعركة ويمر على اللي قاد المعركة، اللي قادها للمعركة طلحة، يشوفه صريع يقولهم قعدوا لي، قعدوا وقفوه، قال له إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ أعجز علي مصرعك أبا محمد. مو سهل علي، أنت رفيق سلاح يا أخي، شنبل هذا، ايش العصاب هذه؟ يعني هذا رجل عجيب والله، كل ألق كل عطاء، اتأمل هذا هنا عظمته. عظمته لما يقول انا ابيت الليل كله مؤرق لعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، نبه لي. هذه العظمة، الرجل انما احتل هذه المنزلة بعطاء الفكري، بعطاء الخطابي، بعطاء الإنساني، بمواقف الكريمة والشجاعة أيضا، وحدة من مناقبه، لا أنها الأساس الأول للتعظيم، لا لا لا. إذن أعود للموضوع، اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. إيش معنى يعني شنو؟ هنا بها رأيين. الرأي الأول أن ذولا نزلونا إلى المنحط من الغرائز، نزلونا إلى الواطئ من الغرائز، ولازم ننزلهم إلى الواطئ تحت الأقدام، يعني الجزاء
من نوع العمل، لأن واحد نزلنا إلى غريزة الانتقام، واحد نزلنا إلى غريزة الجنس، وكلا الغريزتين تحت الأقدام واطئة، ما استعملناهن الاستعمال السليم، استعملناه الاستعمال غير السليم، لازم نجعلهما تحت أقدامنا. هذا رأي. الرأي الثاني لا، نجعلهما تحت أقدامنا يعني مو إلا تحت القدم مباشرة، يعني لجهة السفل، يعني لشدة العذاب. شلون؟ تنبه لي أنت الآن، لما تحفر كل كيلومتر بالأرض تصعد نسبة درجة الحرارة، كلما تنزل كل كيلومتر تصعد نسبة الحرارة. أكو علاقة عكسية بين النزول في باطن الأرض وارتفاع درجة الحرارة، تصل درجة الحرارة، ملاحظها أنت بالبراكين، تطلع لك الحجارة تلتهب كأنها ماء نار، قال هذا باطن الأرض مصفور، كأنه يريد يقول أن دولا وين نضخهم؟ نضخهم إلى الأسفل إلى حريق النار، نجعلهما تحت أقدامنا. زين، ليش؟ لأن واحد قلت لك امتنع عن أمر الله عز وجل، والآخر سوى هالكارثة، كارثة قتل أخيه. رجع آدم عليه السلام، شو تقول الرواية؟ تقول لما رجع ونظر إلى ولده أطبق الحزن عليه. الغريب من الأساطير أنه أنشد أبيات تغيرت البلاد ومن عليها، ما كان أكو شعر، وما لا كان الخليل موجود ولا قوانين الشعر موجودة، لكن المسألة أنه حديث عن لسانه، مثلا حديث لسان حاله، هذا المهم وقف نظر إلى ولده أطبق الحزن عليه حتى غام الأفق في عينه. زين، طبيعي، لأنه ريحان تثمرت فؤاده على الأرض. إذا عرفت هذا، إذا لا تستكثر على الحسين لما تقول بعض الروايات، تقول لما وصل إلى علي الأكبر، شنو عبارة المؤرخين؟ عبارتهم تقول سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده ووقع على ولده احتضنه. صاح بني علي: على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها، وما أسرع اللحاق بك. تمدد ويا بالساحة، بنفس الساحة حط خد على فم ولده يتحسش ببقايا نفس، يولا بعد ما ببقايا نفس احتضنه وانبجست عيناه بالدمع. وما حال ردا يا قاتل الله الردى منه هلال دجى أين وغرة فرقى صبا ودم الوريد تجاريا فيه ولا أهب قلبه لم يخمدي. ما طول ترى الحسين القعدة في داخل الخيمة، ليش؟ لأن يدري أن عمته وباقي النساء يردن المجيء إلى، وهيبة الحسين تمنعهن. طلع الحسين يكفكف دموعه، وأقبلت إليه عمته زينب ومعها سائر الفواطم: يا شبان بالله لا تونو تصدعون
من قلبي من تلعجون ما ادري بعد اهل ايش تريدون بعيونكم لا الأعرابي يقول لما مريت على المدينة من بعد واقعة الطف يقول سمعت أمينا شمر قدمي إلى الأرض. قلت لمن هاي الدار؟ قالوا لي هاي الدار للحسين وهذه زوجة الحسين ترثي ولدها. جاند بدور وتزهر عليك والساغرة بلا مش كانوا اخواني شوية نتجه الى الله عز وجل. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أرجعته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.